السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواش مباركة. الله يدخل عليكم هذا الشهر ان شاء الله بالصحة السلامة وطولة العمر. اليوم جيت نوريكم واحد الوصفة غادي نديرها. هاد الوصفة كتحتاج البصلة مقطعة فحال هكا، خيزو محكوك، قريعة محكوكة، فلفلة حمراء مقطعة على هاد الشكل هذا، واخا انا قطعتها شوية كبيرة مع الاكز اللي فيا، وشامبينيون فخي يعني الفطر طري، و المعدنوس، والثومه هذه واحد الثومه مهروسه، اون صوص ديال الثومه. تقدروا ديروا ثومه محكوكه، والزنجبيل الطري محكوك يعني مفروم، ولا ما عرفت شنو كيقولوا لها بالعربيه. المهم هادو هما المقادير، وغادي نحتاجوا حتى الشعريه الصينيه وورقه ديال البسطيله. فوالا، اول حاجه غادي نديروا البصله، وغندير واحد المعلقه ديال الملحه. انا اونتر طون دايره الشعريه الصينيه كطيب وحديتها، وغنديروا شويه ديال الزيت، زيت الزيتون. بسم الله، فوالا. المهم كنخلطوا هادشي كله، كنخليه يتشحر ويتقلى. بالنسبه للشعريه الصينيه كتكبوا عليها غير الماء طايب، وانا شعلت على البوطه غير شويه، هي يعني نورمالمون ما كيشعلوش عليها البوطه، مي انا كان غير شويه وصافي. فوالا، نخليه هادشي يتقلى، نزيدو عليه ما تبقى من المقادير. ما غير كديت كاع هاد المقادير اللي فهاد الطبسيله، راه خدامه بيد وكنصور بيد شويه صعيب الحال. فوالا هما كيطيبو. من بعد غادي نضيفوا شويه ديال الفطر، هو اللي غادي ندوزو، هو اللي غادي نضيفوه في المره الثانيه. فوالا، انا هنا حد قاش باش ندير لكم، غير في رمضان كنبغي نفتشها وكنبغي نختار. من بعد ما تقلات البصله، ضفنا هذاك الفطر، الفطر والفلفله الحمراء، الشامبينيون فري والفلفله الحمراء، وزدناهم باش حتى هما يتقلاو ويطيبو. عاد في الاخير غادي نضيفو القرعه وخيزو. انا كنبغي الخيزو يبقى شويه كريسيان يعني مقرمش، مكنبغيش يكد بزاف. فوالا، نخليو هادشي يطيب ونرجع ليكم. فوالا، من مورا ما طابت البصله والشامبينيون والفلفله، بقاو اخر مكونين هما هاد خيزو والقرعه خضراء، غادي نضيفهم وغادي نرجع ليكم. فوالا، ها هما كيف قلت لكم، ها هما ضفتهم، وغادي نخلطهم ونخليهم حتى هما يطيبوا شويه. وهذيك الشعريه الصينيه راه حتى كتستقطر من الماء. فوالا، هادشي اللي كاين. فوالا، مهم من بعد ما دبلوا هذوك المكونات ديال الخبز والقرعه خضراء، غادي نضيفوا هاد الشعريه الصينيه اللي قطعتها باش تجيني سهله في التخلاط. انا غادي نضيفها ونرجع لكم. فوالا، هنا ضفت الشعريه الصينيه، غنعطيكم جوج المكونين اللي هما ثانويين، بغيتو تضيفوهم ضيفوهم، ما عندكمش ماشي مشكل. عندنا هنايا الاويستر صوص، هي صوص ديال المحار، هي هذه. غادي ندير منها قطرات، هي شويه كتجي ثقيله. فوالا، كتزيد شويه البنه. اوبا، فوالا. وكاينه زيت ديال الصوجة حتى هي عاديه، اي وحده كيف ما كانت. بسم الله، فوالا. وكنخلط هاد المكونات كاملين، غير انا كيجيني شويه صعيب نصور ونخلط. المهم غادي نرجع لكم. فوالا، غادي نوريكم كيفاش دهنوا الورقه. انا خلطت هنايا الزبده والزيت الروميه، ذوبتهم، ذوبت الزبده واستعملت زيت الروميه بحال هكا، وغادي ندهن هاد الورقه هادي. بسم الله، وهاد الطريقه هادي راها سهله، كدهن وحده وكتحطو فوق منها ورقه وحده اخرى. انا في الجهه هذه راه عندي ورق اخرين، عندي هادو راه كنحيدهم. فوالا، بسم الله، فوالا. واخا تقطع لكم الورقه شويه ماشي مشكل، سي با غاف،
فوالا وغنكملوا على هذه الطريقه هذه. غنبقاو نحطوا ورقه وندهنوا ونحطوا فوق منها ورقه اخرى حتى نساليوا الوراق كاملين بلطو الورقات كاملين. انا وليت كنختار على لغه اخرى. فوالا المهم انا غادي نكمل وغادي نرجع لكم. فوالا بوغ انفو راه خليت الحشوه حتى بردات باش ما تقطعش الورقه، حيت الا كانت سخونه الورقه كتبدا تقطع والحشوه كتبدا تخرج لكم وغادي تعصبوا، حيت هكا كان كيوقع ليا في المرات الاولى. المهم خليتها حتى بردات فرشتها في هذا البلاطو هذا باش تبرد. من بعد جبت هذا الفخوماج غنوريكم كيفاش غادي نخدموا به. داكوغ دونك غنحول المسائل باش نشوف كيفاش غيبان لكم، واش كيبان لكم ولا لا. فوالا دونك جو دو فينير خصني نجي من هاد الجهه. بسم الله غادي نجيبو الحشوه غنحطوها هنايا. فوالا غنهزو شويه من الحشوه غنحاولو نحطوها باغتو، نحطوها في جميع انحاء ديال الورقه. فوالا داكوغ، حيت خاص الورقه كلها تكون فيها الحشوه. فوالا وغنجيبو هاديك المسيم ديك الفرماجه نحطوها هنا وغنديرو هكا هكا. فوالا بلاتي نعاود هكا 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 وهكا. سي با غاف الا بقات تلصق لكم الحشوه. المهم كتجي هاد المسيمه بحال هكا كتقلق، هادي كدار فوق المقلى. فوالا انا غادي نكمل ونرجع لكم. راه عمر ديجا الدنيا صايبت الاولين وما تصوروش، انا كنعاود نكمل هذا. فوالا انا دهنت المقلب شويه تاع الزيت، غادي نحط فيها هاد المسيمنات. واخا الورقه بانت لي شويه عيانه كتقطع، انا غادي نحطهم في المقله ونرجع لكم. بون فوالا انا حطيت هاد المسيمنه فوق المقله، يا خلاص طيب ومن بعد نقلبها ونرجع لكم. فوالا هما كيطيبوا، هذه اول تجربه ليا، هذه طابت، هذه اول تجربه ليا المسمن بالورقه ديال البسطيله. فوالا هذا هو الريزولتا ديال هاد المسمنات. صراحه عصبتني الورقه، بدات كتقطع ليا في الطياب. انا غادي ندوقهم ونقول لكم واش بنان ولا لا، حيت المذاق هو اللي مهم عندي. وكاينين هادو اللي درتهم في البريسه ديال بانيني ملي كنت كنحطهم، كنت كنصورهم وما تصوروش، مي جو بونس كو هادو جاو حسن من هادو اللي في المقله. هادو ما شربوش الزيت بحال هادو. الصراحه جات مقرمشه وجات بنينه، سمعوا صراحه بون افير وسهله.